هشام حذيفة، أهلا وسهلا فيك. حضرتك صحافي مغربي متخصص في مجال الصحافة الاستقصائية، وبتعمل حاليا بصحيفة الحياة الاقتصادية. امبارح حصلت على جائزة التربية على وسائل الإعلام بالمنتدى العالمي للصحافة بمدينة تور الفرنسية. أنا اليوم حب أسألك عن حب أطلب منك أكثر، تحدثنا عن هيدي الجائزة يلي ربحتها امبارح، وشو الهدف تحديدا من مشاركتك بهذا المنتدى؟ شكرا جزيلا. هذه الجائزة هي جائزة بالنسبة لعمل تكويني في المغرب، واسمه أوبن شباب، هو تكوين على القيم وعلى الطرق الصحفية زي ستوري تيلينج، الاوديو، الفيديو والداتا. والمشاركين هم صحفيون مبتدئون وصحفيون وطلبة صحفيين وشباب يعملون في مجال المجتمع المدني. والقصد هو ان هاد الشباب هادو نكونوهم في مجال القيم الكونية، ونخليهم يشتغلوا من بعد من يكونوا صحفيين على مواضيع عندهم صلة بهذه القيم، بحال الإيجاليتي الرجال والنساء، القيم الكونية، عقل النتاج العام، أشياء من هذا القبيل. وشو تحديدا رح تقدم لكم هيدي الجائزة لعملكم بالمستقبل؟ هو حافز معنوي كبير يدل على أننا في الطريق، في طريق، في مسار جميل، وأيضا تبين بأن هذا التكوين هذا عنده مستقبل. إحنا الآن في صدد العمل على قيم كونية، أوبن شباب تقدر تفتح المجالات أخرى زي المجال الهجرة، مجالات زي الانفيرونمون. دونك هادو أشياء اللي نقدروا، هاد الجائزة تقدر تحفزنا أن نمشي أكثر في هذا التكوين هذا. وبالعودة لعملكم اليوم، إذا فينا نحكي عن الصحافة الاستقصائية ووضعها بالمغرب. نذكر أن أوبن شباب هي دورة تكوينية اللي قائم عليها هي دار نشر اسمها أون توت لاتر، والدار نشر هي دار نشر صوبناها أنا والزوجة ديالي كنزة صفريوي، وهي مختصة في العلوم الاجتماعية وفي الاستقصاء. وفي هذا الصدد احنا خرجنا كتب عديدة على مثلا وضعية المرأة في المغرب، أو المرأة في وضعية هشاشة، المنسيات اللي تعيشوا في الدواشر وفي ضواحي المدن الكبرى، وأيضا في العالم القروي. وخدمنا أيضا على التطرف الديني، أوجه وأقنعة التطرف الديني في المدن أيضا وفي الدواشر. هذو بعض المواضيع، وإحنا نعتبروا أن هذه المجموعة هذه اللي سميتها أنكات استقصاء مهمة جدا لقراءة ما يقع في بلداننا في المغرب وفي البلدان العربية الأخرى. بالنهاية نحن نفتخر فيك حضرتك لمشاركتك بهذا المنتدى، ومنفتخر أكثر أنه حصلت على جائزة، وأنت من العرب حصلت على جائزة في دول الغرب. بنشكر حضورك معنا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا أيضا. مع السلامة.